الحب حل حلو قوي قوي ده الحب حل حلو قوي قوي طب ما تروحوا اتعرفتي ازاي على خالد؟ خالد خطب اتعرفت عليه بصدفة غريبة جدا. كنت بزور فيديو كليب مع الأستاذ عادل عوض وهو قريب يعني نسيب لعادل عوض وكان موجود في اللوكيشن وتعرفنا على بعض وفات 3-4 شهور وما شفناش بعض. عرفت من احدى الأصدقاء ان هو عيان وعامل عملية وكان لازم اسأل عليه وسألت عليه وفي تاني يوم قررنا الجواز. يعني كانت أسرع فعلا محدش بيصدق بس هو ده فعلا اللي حصل. ولا كان بأمري ولا بأمره والحب هو أمرني انت قلتي قررنا الجواز. قررنا الجواز يعني لا عايز اعرف بقى بالتفاصيل ازاي تقدم رد فعل حنان. واحنا قاعدين بنتغدى كنا في ريستوران في وسط البلد واحنا قاعدين بنتغدى كان بيحكي لي عن حياته بحكي له عن حياتي وفجاه قلنا في نفس واحد ان احنا عايزين نتجوز يعني مش نتجوز بعد نتجوز. فقلت اتجوزيني قلت له تتجوزني وكان فعلا حقيقي وكان هو ده فعلا الحاجه الغريبه ان احنا الاثنين قلنا في نفس واحد نتجوز بعض وزي اي يعني رومانسيه وعلاقه حب جميله في اخرين بيخربوها حاولوا ولكن الحمد لله حبنا كان اقوى من اي شيء وتم جوازنا باذن الله.